تعرف على طريقة وكيفية حل مشكل إيجاد كاركتر AI لقطة الشاشة. قم بالضغط هنا على ضبط الإعدادات، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على التطبيقات. بعدها سوف نقوم بالبحث هنا عن تطبيق كاركتر AI، عفوا سوف نقوم بالضغط هنا، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على إيقاف الإجباري. بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على الموافقة، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على مكان التخزين. بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على مسح التخزين مؤقت. بعدها سوف نقوم بالذهاب إلى متجر جوجل، وهنا سوف نقوم بالبحث عن تطبيق كاركتر AI. سوف يظهرنا على هذا الشكل، وعندما تجدون هنا تحديد قم بضغط عليه وسيتم تحديد تطبيقكم.